تعالى وبركاته تواصل لتهط الأمطار خلال أمسية اليوم خلال الليلة المقبلة إن شاء الله على الوجهة الساحلية. أمطار على شكل زخات رعدية حتى الثلوج على القمم الجبلية التي يزيد علوها 900 متر. أما خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله تحسن ولو طفيف في حالة الطقس على الواجهة الغربية. بعض الأمطار المستبعدة ستتواصل في التهاطل على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية. سحب ستنتشر على مناطق الجنوب الغربي بالتحديد على ولاية تيندوف كذلك ولاية بشار إلى غاية شمال الصحراء ومنطقة الواحات وجو مشمس على الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. لكن طقس بارد خلال هذه الليلة جد بارد أقول على الهضاب مع 7 درجات دون الصفر وهذا على البيض مقاييس ما بين درجة واحدة فوق الصفر لغاية 4 درجات على المناطق الساحلية. ننتظر درجتين على ولاية بشار وتحت الصفر، 5 درجات على تيندوف وحتى على جانت، درجتين وفوق الصفر على إليزي وحتى على تمنراست، 8 درجات على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى دائما منخفضة فصلية على المناطق الشمالية تصل كأدنى مقياس إلى غاية 6 درجات وهذا على سعيدة أفلو البيض عين الصفرة كذلك، 7 درجات على الجلفة لغواط، 8 درجات على سطيف، 15 درجة على الواجهة الساحلية. ننتظر مقاييس ما بين 12 لغاية 16 درجة على شمال الصحراء، 20 درجة على إنسال حتى من راسات وحتى على ولاية جانت، 27 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب، بحر قليل اضطراب إلى مطر محليا شرقا وغربا حتى رياح معتدلة، بينما بحر قليل اضطراب على السواحل الوسطى رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. والبقية تقول إن شاء الله بداية من يوم الثلاثاء إن شاء الله وإلى غاية يوم الخميس مرورا بيوم الأربعاء إن شاء الله تحسن في حال الطقس ولكن بعد انقشاع ضباب على الواجهة الوسطى والغربية، بينما بقايا الاضطراب الجوي دائما على المناطق الشرقية احتمال كذلك لتواصل تهطل الأمطار على الواجهة الساحلية مع هبوب رياح قوية. خلال يوم الثلاثاء السحب ستنتشر على منطقة تيندوف ليتحسن الطقس إن شاء الله. أما عن درجات الحرارة تبقى دائما فصلية منخفضة خاصة الهضاب والمرتفعات. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 6:11 وهذا التوقيت يناسب العاصمة وما جاورها من مدن. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.